الناس اللي بتريد تشرك بالله عز وجل مؤمنين بالله ويدعوا له ان هو يكون له الولد، دي سبه لله. في واحد مصمم يشتم ربنا، مصمم. عارف ربنا ده دماغه تعبانه، عارف ليه؟ لان هو بيقول ان هو غني عن العالمين، وان هو ما بيتاثرش باي حاجه لانه قوي ومتين، وفي نفس الوقت بيصرخ لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. انت غني وقوي ومتين بتعيط ليه؟ بتعيط ليه؟ انت بتعيط ليه؟ لا وديهم بالنار ولا ما اتخذت ولد، والله العظيم عمري ما اتخذت ولد. ايه الهبل ده؟ ما تفوقوا شويه يعني، فوقوا شويه يعني من الافكار دي. اتبحها واحنا بنقول صوتنا اتبحنا، ما نقولش شغل مخ شويه، نشغل المخ شويه والله. حلو قوي، انا هبتدي اتكلم، ممكن اتكلم؟ اديني فرصه اتكلم بس وافهمك القصه فيها ايه. اتفضل. انت حضرتك انت انا مش هقول لاستاذ احمد، هقول بني ادم. بني ادم شبهته بكلب، كلب شبهت ايه بايه؟ شبهت ايه بايه؟ بني ادم بكلب. صح. طيب اما اجي اشبه، اما اجي ده بني ادم مخلوق بمخلوق، انما اما اجي اشبه خالق بمخلوق، ما انا مش بسيبه. اما اشبه الخالق بالبني ادم واقول ولد، ده انت شبه، ده انت زي مثال ده، زي ده بالظبط. انت بتشتم، انت بتشبه، هي دي القصه. وربنا بيبعت الرسل يفهم الناس. يا عم الحاج سيبك بس قبل عشان ما تدخلش في موضوع الرسل ده، موضوع تاني خالص. هو من الاول اصلا خالص كده الفيلم ده كله من الاساس الله غني عنه. غني عنه يعني ايه غني عنه؟ يعني هو مش هيخسر حاجه، هو مش مضطر، هو مش هيخسر حاجه لو ما كانش اصلا عمل الموضوع ده. يعني مش مضطر، ما حدش ضربه على ايده وقال له يا رب اخلق ناس واعمل لهم جنه ونار. فلو انت عاوز تتطوع يعني سبحانك وتعمل حاجه كويسه في حياه دين امك، اعمل حق ناس، اعمل فراش من ذهب، اعمل ناس فرحانه، اعمل حاجه، اعمل قصه حلوه، اعمل حاجه كويسه. لكن عامل الدنيا كلها كلاكيع وعقد وامراض وبؤس وحزن وتحديات، وفي الاخر عامل نار عشان تحط فيها معظم عبادك، وفي الاخر تدخل شويه الجنه، انت معتوه. انت بتفكر ليه كده؟ انت اله، انت هل الله خير ولا هل الله خير ولا ابن كلب؟ هل الله كويس ولا ابن كلب وسخ؟